مساعتين وثنين وثلاثين دقيقة كما قلنا لكم وقيد باش نعملوا طلع على حالة الطقس تسويت في جوك باهي. جوك باهي وإن شاء الله نجم ونقول لكم جوكم به إلا ما ناخذوا أكثر تفاصيل مع سي عامر بحبة. أهلا وسهلا سي عامر، كيف الحال؟ مرحبا عسلامة ربيع، تحية لك تحية لسادة المستمعين. إيه فضلك سي عامر، دونك اليوم نهار تحد نتمنوا إذا كنا نجموا نعملوا تبحيرة متاعنا ولا وناخذوا فكرة على حالة الطقس الأسبوع هذا. بيه هو بالنسبة لساعة للبحر بما أنه اليوم عطلة يوم الأحد، البحر ممكن من سواحل بنزرت حتى الجربة مع ظروف يعني حالة البحر مواتية للأنشطة البحرية للسباحة، الرياح عادية مش قوية، قوة من ضعيفة إلى متوسطة، الأمواج مش عالية نجم نعوم، ولكن المنطقة المنتبركة حتى الكابسيرات معناتها سواحل نتاع شمال غرب تونس، سواحل نفزة وسواحل تبركة وحتى الكابسيرات معناتها المنطقة هذه الريح أكثر شوية، تنجم نحكي على اليوم العشية تنجم توصل 50 كيلومتر في الساعة، الأمواج تقريبا تنجم تعلى المتر وشوية، متر فاصل اثنين فاصل ثلاثة أقل من متر ونص، نجم نعوم ولكن مع الحذر الشديد في الحقيقة في شمال غرب تونس سواحل تبركة ونفزة كبسيرات، ومن بعد من بنزرت وإحنا نازلين على شرق تونس يعني ظروف مواتية باش نجم نقوموا بالأنشطة البحرية الكل، مثل مش مشكل بالنسبة لشرق تونس وشمال غرب تونس يعني من بنزرت. إن شاء الله الأيام القادمة الرياح باش يعني شوية ريحة ذي متاع اليوم إن شاء الله غدوة تتقلص وتولي الأجواء ملائمة للأنشطة معناتها البحرية في أغلب السواحل التونسية. من العشية رباب راهو كما تعرف فما النسمات الباردة كي كلي تهد بشوية في العشية معناتها ساعات ما بعد الظهر ساعات العصر، رياح عادي تزيد شوية ولكن ما فماش خطر كبير، نجم نعومو ديما مع الانتباه وكهو ما ندخلوش لداخل برشا خاصة الناس اللي ما تعرفش تعوم ولا حاجة ولا إنسان ما يعرفش الشط اللي يعوم فيه ولا حاجة، أما معناتها ما فماش خطر كبير بالنسبة للأيام القادمة نجم نعومو في أغلب يعني السواحل والشواطئ التونسية. الحمد لله. بالنسبة لي على مستوى أي تفضل أي معك معك يا عمر. هذا قلت على مستوى يعني الرياح والبحر إلى آخره، بالنسبة لدرجة الحرارة ما عندناش موجات حر، ما عندناش حرارة اللي مرتفعة برشا، عموما معناتها تقريبا إلى غاية يعني من اليوم حتى الآخر الأسبوع القادم حرارة صيفية، في بعض المناطق الداخلية تنجم تعلى شوية تنجم تزيد في بعض الأيام، الأيام القادمة بنجم نزيدوا حتى بدرجة زوج ثلاثة في بعض أنتي والولاية وأنتي واليوم، مش كل يوم مش في نفس الولاية كل يوم، مع ربما نهار الجمعة الجاية معناتها باش يكون حار أكثر شوية ممكن حتى في أغلب المناطق التونسية، تقريب يوم واحد باش يكون حار نقولوا نجم نوصلوا حتى 44 45 درجة في المناطق الداخلية، ولكن عموما ما عندناش موجة حر، معناتها يوم واحد ينجم يتعدى، وفي المناطق الساحلية الأيام القادمة الكل معناتها حرارة عادية، في شمال تونس زاد كيف معناتها حرارة يعني من 30 إلى ربما 38 درجة في شمال تونس، ساعات في بعض المناطق في ولاية جندوبة نجموا نقربوا حتى 39 درجة 40 درجة في بعض الأيام مش الكل، ولكن ديما تقعد أجواء صيفية يعني ما عندناش 45 و 48 و 49 درجة، يعني أجواء صيفية ديما في الليل وفي الصباح زادة فما نسمات باردة الحمد لله يعني نجم نقولوا حرارة صيفية رباب، معناتها مرة تزيد بعض الدرجات مرة تنقص، ما عندناش موجات حر، والحرارة تكون أكثر خاصة في المناطق الداخلية في جنوب غرب تونس في القيروان في باجة جندوبة والمناطق الشمالية الأخرى والسواحل ديما تكون فما حرارة إن شاء الله حرارة يعني عادية، باستثناء قلت يوم الجمعة القادم اللي باش تكون فما ارتفاع نجم نقولوا بين ظفرين ملحوظ الحرارة، يوم واحد إن شاء الله ويتعدى باش تكون فما حرارة أربعينية في برشا يعني مناطق تونسية إن شاء الله نهار الجمعة نهار الجمعة الجاي أوكي بحول الله. شكرا لك سي عامر يعطيك الصحة، دونك هذيا حاولنا ناخذوا معاكم فكرة على حال طقس اليوم ونتنجموا تبحروا، يقول لنا سي عامر أنه شمال غرب تونس تنجموا بحروا لكن بحذر شديد، جمعة كاملة جاونا به جوست هكا فما ارتفاع حرارة باش تكون 40 شوية من هنا نهار الجمعة بليتو، دونك سيسروا يحكم الناس الكل وهكا نجموا نقول لكم جوكم به.
في هنا تونس وما يفوتك شيء فيه منك نسمع. آخر نحكيو مع المغرمة متاع الكراب وعشاق الكراب، كيفاش نجمو باش نحكيو على نكملو حكاية الزيت والموتور، هل نجمو بدلوه ولا شنو، كيف ما حاجات نجموها تتصلح ولا، مع غازي بن سربة في الجراج. ما قبل هذا نخليكم مع تيرن مي اون توت فيت على ديونا فاما.